في خطاب لستيف هارفي اسمه أنت المسؤول عن حياتك، بيحكي فيه: عليك تغيير طريقة تفكيرك، إنها العامل الحاسم والمحدد للمكان التي تصل إليها في الحياة. نحن جميعا حيث نحن اليوم لأننا اعتقدنا أنفسنا في هذا الوضع. إذا كنت لا تحب هذا الوضع، فكر بطريقة للخروج منه. ينقسم دماغك إلى نصفين: إيجابي وسلبي، خير وشر. لا يعمل بطريقة أخرى، لا توجد أرضية محايدة في دماغك، إما إنه إيجابي وخير أو سلبي وشر. يحتوي كل نصف دماغك على ملايين من عمال المصانع في كل جانب. لديك مليون عامل مصنع في الجانب الإيجابي. على الجانب السلبي لديك مليون مصنع. في مقدمة كل مصنع من تلك المصانع في دماغك يوجد رئيس عمال. لديك رئيس عمال إيجابي ولديك رئيس عمال سلبي. أنت المسؤول، أنت رئيس المصنع. خمن ماذا؟ نحن نصبح ما نفكر به. لا يمكنك صنع عالم، لكن يمكنك أن تصنع عالمك الخاص. الآن بما أن عقلك منقسم إلى نصفين، اسمحوا لي أن أريكم كيف يعمل هذا. تستيقظ في الصباح وتقول: لا أشعر أنني على ما يرام اليوم، استيقظت على الجانب الخطأ من السرير، أنا لست شخصا صباحيا. يسمع رئيس العمال السلبي ذلك، يخطو إلى الأمام، يقول: ماذا قلت؟ تقول: قلت أنني استيقظت على الجانب الخطأ من السرير اليوم، أنا لست على ما يرام، أنا لست شخصا صباحيا. يقول: لقد أصبت. قال: استمعوا لي. استيقظ الرئيس للتو وقال أنه ليس شخصا صباحيا، إنه يمر بيوم سيء اليوم ولا يشعر أنه على ما يرام. فلنبدأ العمل. يبدأ المليون عامل مصنع في إنتاج أفكار لتبرير ما قلته للتو. الآن خمن ماذا سيحدث. يا رجل، أنا أكره سماع صوت المنبه الخاص بي في الصباح، ينبغي علي الرحيل من هنا في هذا الزحام. لقد انتهيت من القيادة هنا اليوم، أنا حتى لا أحب هؤلاء الأشخاص في وظيفتي. لا أستطيع تحمل هذه السيارة التي سأركبها هذا الصباح. بالتأكيد أتمنى لو كان لدي سيارة جديدة، لكني أقود هذه السيارة القديمة. وهلم جرا، ويبدأ يومك في التراجع والهبوط حتى آخر اليوم. يمكنك الاستيقاظ في الصباح وتقول: أتعلم ماذا؟ اليوم سيكون يوما رائعا اليوم، أتوقع أن يحدث شيء جيد حقا لي اليوم. قال: ماذا قلت؟ تقول: قلت أنني أحظى بيوم رائع اليوم، أتوقع أن يحدث شيء جيد اليوم. يلتفت رئيس العمال الإيجابي ويقول: حسنا، دعوني أحظى باهتمامكم. يحظى ستيف بيوم رائع اليوم، إنه يتوقع حدوث أشياء رائعة. يا رجال، دعونا نبدأ العمل، ودعونا نبدأ في تصنيع الأفكار. نفس الدماغ: لا أطيق الانتظار للذهاب إلى العمل اليوم، قد لا تكون هذه الوظيفة التي أريدها، ولكن على الأقل حصلت على وظيفة. أنا ممتن للغاية لأنني لدي سيارة أقودها إلى العمل اليوم. مهلا يا رجل، على الأقل لدي شيك قادم. أنا أقدر حقيقة أنه ليس لدي سيارة، لكن على الأقل يمكنني المشي إلى القطار. يا رجل، ستكون الأمور رائعة اليوم. هذه هي الطريقة التي يعمل بها عقلك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لا يتوقف أبدا عن العمل. غير أسلوبك، يتغير ارتفاعك. كل شيء يعتمد على الطريقة التي تنظر بها إلى الأمور. تتأثر حياتنا في الغالب بالطريقة التي نرى بها الأشياء، وليست كما هي عليه في الواقع. الطريقة التي نعتقد أنها تؤثر علينا أكثر. وعلمني جون إيرل شواف أن العقل مثل المصنع، مصنع عقلي، وبغض النظر عما تفكر فيه طوال اليوم، يتم صب المكونات في هذا المصنع العقلي، وهذا ما يبني النسيج الاقتصادي والاجتماعي والمالي لحياتك. كما تعتقد هكذا تصبح.